تبارك الرحمن، قل أعوذ برب الفلق. قل أعوذ برب الفلق. 55 سنة ما يقولون على أختي. السلام عليكم. عليكم السلام، يا هلا بالحلا، يا هلا بالجمال، ما شاء الله تبارك الله. يا هلا فيك. ما شاء الله، هالجمال هذا ينشر بفلوس بصراحة. منو هالغبر اللي ما أحمد ربه وطلقك بالله؟ سكتي يا وخيتي، وعلي على بنيتي ما عندها حظ. لا إن شاء الله حظها قايم، مالك شغل. بالعكس، بعدين بيني وبين زينتي طلقت، علشان ولدي ياخذها. إيه عاد أهم شيء إحنا ما نبي نتأخر، نبي نستعجل بالموضوع. لا لا تحاتين، اعتبري الموضوع خالص بالمرة. إيه عاد تصدقيني يا وخيتي، منيرة أحسن وحدة من بناتي، وبارة فيني 24 ساعة تشتغل. يا يما قعدي ارتاحي، تقول مستحيل. تموت على النظافة، تموت على الترتيب. يعني فرضا إذا شيء محطوطيني غيرت مكانه، ما تصير، ما ترتاح. وبعدين اللي صار عندها فلوس كنا إيدها تحكي. حلو يما، حلو 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 حلو. يا ريت تشتري شيء حق عمرها. لا تشتري حقي وحق خواتها بعد عمري. عيل على كذي بتفلس ولدي؟ لا لا، من نور ويا حالاتها. لا تحب الماركات ولا الكشخة ولا الفلوس ولا الفشخرة، أبد أبد مو مالتها السواق. وعلي مرة دخلت عليها البيت، ما تقعد 24 ساعة تشتغل في البيت. يما قعدي ارتاحي زيي بخدامة، مو راضية إلا الخدامة. عاد أنا يما إلا الخدامة. لا لا بالعكس، شوفي أنا ما أرضى على مرت ولدي إنها تشتغل ولا تنظف، راح أجيب لها بدل الخادمة ثنتين. اي انا لان بعد عشان ايدي. سلامه ايدك يا بعد قلبي، بسم الله عليك. زين الحين هم وين بيسكنون؟ بيسكنون عندنا، ولما يخلص بيتهم بيروحون له. وناسه اختي تسكن معي، انا وياك بنسكن بنفس البيت. يلا على بركه الله. هلا هلا العروس ما تيبب. يا زينه يا زينه.